يعني ومن العجيب الذي لا بد لي أن أمر عليه في هذه المسابقة فتى من مالي، الله، عمره في ذاك الوقت ربما 13 سنة 12 سنة. اسمه مين؟ كان اسمه كان عمر. أيوة. بعدين شفته في المدينة، درس في المدينة وكذا، شفته وهو كبير، ولربما شفته في مسابقة وهو كبير في مسابقة من المسابقات. يمكن. لكن في ذاك الوقت إيش العجيب؟ العجيب أنه لما قرأ الآيات التي عاب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق قبل آيات لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذا عيبهم لرسول الله، وانظر إلى ذب الله يذب عن رسوله. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وهو هنا بكى الولد، الله، بكى، كان صغير، كان صغير، فلما بكى أبكانا جميعا وأبكى من في القاعة جميعا وانشغلنا بالبكاء عن الأقلام وترشيد الدرجات واستغرقنا مدة نبكي. خطر ببالي شيء عجيب، قلت في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلتل في أزقة مكة، وهذا يرميه بكلمة وذاك يرميه كذا، هل خطر بباله أن طفلا من مالي من أدغال أفريقيا سوف يقرأ آيات تذب عنك وتدافع عنك وتبشرك بالجنات والقصور فيها؟ الله أعلم أنه خطرت له أم لا، لكن هذا ما فعل الله به حين صدقه بوعده، والعاقبة للتقوى، فاصبر إن وعد الله حق.